اشكال في انت كلامك. كده هتطلق احكام يا دام بدون اي دليل. ليه يعني ايه تحرش سيء؟ معلش ازاي انا بدون اظهر اي دليل؟ يا اخي، المجتمع كده بيؤمل ايه اللي فيك انك تمتثل هنظر للتحرش فيه؟ ده. لا 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 ايه ده لا يا محمد، لانك انا مش متعوده على الحاجات دي، خدني واحده واحده. لا يا محمد، لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. لا 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 يا باولو، يا باولو، يا باولو، باولو، ما انتش باولو، ما انتش يا باولو. لا 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 لحد هنا واربط خصيمك النبي، ما تخرجني كده، انا راجل محترم. وايه اللي لا لا والله لا، انت خايف هتكلمني ولا مرة ايه؟ ما تانية تخافش، ما حدش هيجي ناحيتك، انت خايف ايه؟ يا عم انت، كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي يا قطة.